السلام عليكم متتابعات قناة أم عثمان زيدات. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون فيه إن شاء الله طريقة تطبيق ديال هاد اللويزات اللي كتشوفوا فيهم أمام الشاشة ديالكم. هذا الفيديو خاص بالأخوات المبتدئات، طريقة صحيحة كيفاش كنخدموا هاد اللويزات. على بركة الله غنبداو إن شاء الله. لاحظوا معي الأخوات كيفاش كنخدم، يعني لاحظوا معايا من الراس حتى كنزل. كيف ما كتشوفوا معايا طريقة ديال اللويزة كيفاش كنخدمها، كنبدا الراس شويه انا كنحاول ان نقبط لكم على واحد الاتجاه اللي تقدروا تشوفوا به مزيان وتبان لكم الصوره اوضح. كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش بديت هاد اللويزات اللي حتى هما مهمين وضروريين، كنبداو الراس بهذه الطريقه، يعني بهذه الطريقه كنبداو هنا، يعني ناقصين العراض واحد العرض قليل وكنبقاو زايدين، وحنا كنزيدوا في العراض، حنا كنزيدوا ملي كنوصلوا هنا كنبداو نقصوا ثاني باش كنديروا هاد السده. لاحظوا معايا الاخوات كنحاولوا ملي كنخدموا الورقه، يعني الجمعه ديالها او السده ديالها ما تكونش فوق هذا الخط هذا، يعني اللي غادي الوسط نحاولوا نخلوها هنا شويه الفوق، يبقى لنا هذا الخط هنا باش يبقى مقاد. وكنبقى لويزه بلويزه حتى كنكمل الاخوات. حاولوا تشوفوا حتى ملي كتقطع ليا الخط، تقطع ليا الخيط، شوفوني كيفاش كنتعامل مع الورقه اولا مع الخدمه اولا مع اللويزه او مع الحاجه اللي كنكون خدامه فيها، باش ما يجيبانش ليا العيب ديال تقطيعه ديال الخيط. حاولوا هاد الخطوات وهاد المراحل تلاحظوهم، لانكم غتوقعوا فيهم والحل ديالهم ما غتعرفوش ليهم. اللهم الملاحظه، يعني هاد الفيديوهات شنو الفائده منهم، هي تكون قوه الملاحظه، تكون الملاحظه شويه قويه، وراه باذن الله راه وسيله اللي تقدروا تعلموا منها بشكل جيد. دابا غندوزو لهاد الجهه اللي من هنا، كنقول لكم دائما اللهم الرشيم يكون صغير والطرز ناخذ العرض اللي بغيت، اولا تكون الرشمه كبيره والطرز الوسط يبقى لي راه خاص ديال الرشيم. كنفضل ان الرشيم يكون صغير من الحجم ديال الطرز اللي غنطرز فوق منه. وفي الاخير كيبقى لي هذا الخط الوسطاني، يعني عندي لي الاختيار اما نعمره بخط متصول رقيق بزاف اولا بالدقه. بهذه الطريقه هذه غندوز لكم العريش الثاني. سووا بنفس الطريقه
لاحظوا معايا فيه التقنيه ديال حل وسد. يعني كان كيفاش كان كيفاش حل وسد، هنا كنحلو وهنا كنسدو، هنا كنحلو وهنا كنسدو، هنا كنحلو وهنا كنسدو. يعني التقنيه ديال حل وسد كنطبقوها في هاد الوريق، هاد اللويزات. لاحظوا معايا انا غنحاول نتكلم وكن دابا انا غنحل، نحاول نحل مزيان. دابا كنبدا نجمع في ورائق اللويزه نفس الطريقه هنايا. دابا الاخوات كنلقاو رشيمات، هاد الرشيمات غير بهاد الوريق بهاد الورق بهاد اللويزات. حنا كنقول لهم اللويزات، كتلقاي رشمه كلها ديال القفطان على شكل لويزات. لاحظوا معايا هنا الوسط غندير الدقه في الوسط. لاحظوا معايا انا غنعاود لكم الاخوات الدقه لانها ما سجلاتش، وغنعاود لكم الشرح ديالها. دقة دقة هي بهذه الطريقة هكا، بهذه الطريقة هكا، يعني دقة واحدة دقة على الشكل اللي مرسوم أمام الشاشة ديالكم. يعني دقة كنخدم العراض واحد شوية، كنعرض ودقة ونحاول الدقة يكونوا بحال بحال نفس العرض، كيجوا بهذا الشكل هذا. أنا غنعاود هاي، غنعاود لكم الأخوات الدقة. لاحظوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي. كيجي الشكل ديالها بهذه الطريقه هذه. دابا غندوزو لهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا كنخدم اللويزه الاولى، الثانيه كنخدمها، كنبدا ليها الراس من هنا وكنديرها شويه متراكبه عليها. بهذه الطريقة وكذلك في الجهة الأخرى، يعني كنخلي هاد الرويسات باينين، هاد الرويسات كنخليهم باينين. عاد في الأخير كنخدمو الجهة الوسطانية. سالي لي الكانيت، انا نصيب الكانيت ونكمل لكم. في الاخير كنخدموا الجهه الوسطانيه بطريقه. بهذا الشكل هذا نعاود نخدم لكم هذه. ندوز الجهه الاخرى. بهذه الطريقة في الأخير كنخدم الجهة الوسطانية. يعني الأخوات هاد اللويزات كتحتاجوهم بزاف. كتخدموا بهم كثير. دابا غندوزو لهذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا كاين اللي كتخدم فيها أربعة، وكاين اللي كتخدم فيها أكثر من أربعة. لاحظوا معايا حاولوا الاخوات لاحظوا ملي كيتقطع ليا الخيط اولا كيسالي الكانيط، لاحظوا كيفاش كنصلحوا الاخطاء بلا ما كيبان الفرق. دابا غندوزو ملي كنخدموا هاد اللويزه
هاد الجهه الاولى كنخدموا اللي مقابله معاها نيشان، يعني هذه مع هذه، يعني نفس الاتجاه. كيف ما كتشوفوا معايا كندور المرمط وكنخدم، كندور المرمط وكنخدم لهاد الاتجاهين مع بعضياتهم، هاد الويزه هنا وهاد الويزه هنا مع بعضهم. بهاد الطريقه دابا غندوزو لهادي. لاحظوا معايا هاد الاتجاه كيفاش كندور المرمه، هادي كنديرهم مقابلين مع بعضياتهم، هادي كندور لهاد الاتجاه هاك، يعني كنخدم هاد الجوج هنا كتجيني فيها سته. كتجيني الشميشه فيها سته، وحده هنا وفي الختام غندير لكم الشكل اللي فيه ثلاثة. كنتمنى من الله الدرس ينال الاعجاب ديالكم، وفي الختام غندير لكم الشكل اللي فيه ثلاثة لويزات كيف ما كتشوفوا. كنخدموا ثانية والثالثة وسط. هذا الشكل هذا. كنتمنى من الله الحصة تاع اليوم والفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، وخصوصا الاخوات المبتدئات. ما تنسونيش من الدعاء ديالكم. كنتمنى من الله نلقاكم فيديو جديد، والى اللقاء مع الفيديوهات التعليمية لأم عثمان زيدات.